الصحة والمثابة الإخباري حول أن الدعم المخصص لشتي الأسطول سيارات الأجرة للصف الأول لأعمال محلية، وهذا الهدف من اللقاء وهو إخبار السادة المهنيين وكذلك النقابية المتكلة في القطاع بما هي المجهودات التي دارتها الباب من طرف السلطة الرقمية اللي بعد المرحلة الأولى اللي شلات قطاع النقل الصعيد الوطني بالبيان اللي كان من فئات ديال التاكسيات والسيارات الأجرة الصغيرة. اليوم تنشوفوا إمكانية الاستفادة ديال كذلك السد الأول الآسيوي. إذن هذه العملية بغينا تستعرض كذلك تعطيك على مستوى مجموعة العملات الأقاليم المملكة، وكذلك جانب اللي هو في واحد سيرتان كونفور بالنسبة للزبون بالنسبة للصحيح. إذن هذه العملية تتهدف بطبيعة الحال عصرة القطاع وكذلك التنافسية وكذا تحسين تقليل وجودة الخدمات وكذلك مساعدة في تقليص الإبعاد الغازات الملوثة. العملة باش نقدم لكم حتى باش تشوفوا ما هي العمليات باش تتم الشغل. تم المجد ترحب بالسلامة ندير الله باش هذا اللقاء اللي هو يوم إخباري حول عملية الدعم المخصص لأسطول سيارات الأسرة الكبيرة بعملية المحمدية. شريطات أن تكون قد استعملت كسيارة أجرة عدة السنوات الأخيرة، ومن يقوم وزير الاقتصاد والمالية بشأن استبقاء المرسوم سيارة الكل. وكاين مشروع السيد وزير الداخلية 54 هذا في فعل نقل بتفعيل مسألة الدعم عبر نظام المعلومات. استعمال شخصي أو استعمال عن طريق التطوير. بداية كذلك عن المكتبة الجديدة أمر استعمال كسيارة أجرة نصف الأول. عاد كاين بداية أخرى الوكيل المصور للمكتبة الجديدة. وفي اخر الاستماره كان هناك التزام صاحب الطلب هما الالتزامات اللي وصلنا لهم سابقا جميع السيدات باش يقتني المود تاكسي يقتني السياره ديالو بكل سداسه وبدون مشاكل ان شاء الله. وغتجري مال ديال التاكسي الصغير تقريبا كيف كيف بحال بحال نفس هذا، وان شاء الله يكون الخير. وغنخدم لكم السي مهدي ديال غولو ماما اللي تيحضر معنا باش يعطيكم توضيحات اكثر. شكرا. جينا بالعرض ديال داسيا دوجي سبعه البلايص اللي تتصيف في مدينه طنجه، الوزن ديالها في مدينه طنجه. حنا راه بشارتكم التسويق سانديو ستاد. كما كتعرفوا ستاديك حتى هي عندها الحق انها تقلات باش تولي سياره من سياره الحجره من الصف الاول. والحمد لله كما قال السيد الكاتب العام اليوم عندكم الاختيار، كاين روح المنافسه وكاين الاختيار يبقى لكم على حسب طريقه العمل ديالكم على حسب المحتاجات ديالكم. تحديد السياره الاولى بعد بعد ما تسلموها من الوكيل المعتمد هو الكونسيسيونير. دونك الشركه سوناسيد هي اللي تكلف يعني في هذه العمليه. يعني بالنسبه لهذه الناس حنا عارفين كلنا عارفين الشركات ديالهم. حنا علاش جينا قال لك باش نهضروا على المشاكل حيت وصلنا هذا الشيء وصلنا قال لك غادي تشوفوا غادي يدير الدعم كيفاش ونشوفوا. حنا بالنسبه للشركات حنا ماشي هذا ماشي مكان ديال الناس باش نعرضوا علينا كل واحد يقول لنا المنتوج ديالو. هذا باش ما نقولوش خطير. يعني انا ما جيتش نحل مشكل القطاع، انا جاي اليوم عندنا نقطه وحيده اخباركم الزام علينا نخبركم هذا المنتوج ها كيفاش يتم. وتاكد بالاول تقول لكم اختياري هادشي. انا غنمشي على 36 مليون ونكمل اللي حنا مع الاخ ياكل ياك بدون غنمشي الطريقه ديال 36 مليون. كان من الممكن من انا غيكون هذا اللي عندها عمود جديد اسطول وعصران القطاع هذاك الشيء. علاش السيد الكاتب العام ما تجيبوش واحد الزيد انتم انه راه غادي تتموا على شبكه 36 مليون؟ 36 مليون اذا شديناها وقفنا على 12 عام تتولي 144 شهر تتجي 50000 ريال الشهر. 50000 ريال وكاري 50
يا 2000 درهم عندي 150 فرانك ديال البيدونج باش باش شحال ولات 150 فرانك وعندي سميتو لا سيونس اسي باش ندير اذا شحال ولات 7500 زياده فين هو انا كمستغل فين هو الشيء دور اذا غنولي نزيد الله يطول عمرك السيد كاتبنا بالنسبه حنا مع هذا التشجيع القطاع معاه اخوان مش معاه ولكن بالطريقه ديال النهائيين